أستاذ حيدر، السيد أمير اتهمك بأنك لم تكن واقعيا في طرح ما كان قبل الاحتلال، وهو يقول لك أنه هذه الحاضنة العربية التي تدعون بالذهاب إليها هي التي جابت لكم المحتل، ولومه احنا واقفين جاءت لا بغداد ولا النجف ولا كربلة وداعش أخذ العراق كله. ليش غابت عنك الواقعية هنا أبو جعفر؟ أنا بالحقيقة ما أريد أدخل في قضية سجالات حتى قالوا قلت وطرح، لكن يعني القاصي والداني يعلم الاشتراطات الإيرانية في حل الجيش وحل اجتثاث البعث قبل احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفكرة حل الدولة هي فكرة إيرانية أنا أستطيع أن أقدر طبعا، يعني عفي عليهم، يعني بالنسبة لهم الجيش اللي جرع قيادتهم السم في حرب الثمان سنوات، حتى الآن أستاذ أمير يتكلم عن الجيش العراقي ويقول عليه انهزم والجيش العراقي عليه سلم الموصل. نعم يعني بكل تأكيد يعني الجيش العراقي لا يقيم أستاذ أمير ولا تقيم الكبوة التي سببها توغل محور المقاومة بجسد الدولة العراقية وبالنتيجة منطق السلطة التي أضعف الدولة. قلت لك يكفينا بلاغة أمير أو حاكم دبي عندما قال العراق قبل الحضارة، فبلد عمره 7000 سنة بكل تأكيد ما تقيم مرحلة أراد لها البعض يعني أن يوصف العراق بهذه الطريقة. العراق تنطبق عليه القاعدة المنطقية المعروف لا يعرف، هذا البلد الذي حمى البوابة الشرقية وحمى وجود يعني أمة بكل شموليتها، والكل يعلم أن عملية احتلال العراق في 2003 لم تؤدي إلى ضعف في إطار جغرافية العراق، إنما أدى إلى ضعف المنطقة برمتها. قضية يعني أذكر السيد أمير بما كان يقوله القائد العام للقوات المسلحة السيد حيدر العبادي في أن إيران أخذت ثمن آخر طلقة باعتها إلى العراق، وملف الفساد في بيع الأسلحة الإيرانية التي حاولت أن تستثمر قضية داعش يعني جدا واضحة، وتكلم عنها السيد حيدر العبادي بشكل واضح أن الإيرانيين أخذوا ثمنا باهظا لكل الأسلحة التي قدموها. بل أن قضية داعش من حيث النتائج ومن حيث المصالح لولا داعش لما توغل محور الإيراني أو ما يعرف بين مزدوجين محور المقاومة في العمق العراقي بهذه الطريقة، وهذا الذي دعاني في أن أستذكر مقولة المرحوم الشلبي عندما قال إيران قبل داعش دولة تتدخل بالعراق، لكن إيران بعد داعش أصبحت حزب سياسي في العراق. ما أريد أن أقوله هي ليست أن نخوض مثل هذه السجالات، لكن واقعا انتفاضة تشرين يعني كانت هي صرخة ليست فقط للواقع العراقي، يعني اليوم أبناء الشعب العراقي عندما في انتفاضة تشرين ما شالوا رايات ليقولوا سعودية برا برا، لكن قالوا إيران برا برا، وحقيقة شيعة العراق هم من قالوا إيران برا برا بعد أن ضاقوا الأمرين من خطورة والآثار السلبية والمعاناة التي تسبب بها توغل المحور الإيراني. اليوم لست في إطار كيل الاتهامات، ولكن أقولها بكل صراحة، حتى في إيران اليوم هنالك يعني انتفاضة تشرين خلقت ثورة وعي حتى عند الشباب الإيراني، والشباب الإيراني هم أبناء ثورة 79 اللي قام بها الخميني، لأننا أمام جيل مو جيل أيديولوجي، ما عاد يغريه قضية ولاية الفقيه والقضية القدسية التي يحاول أن يسوقها البعض على حساب المواطنة. اليوم إيران الثورة سببت تصدع ليس فقط في الواقع العراقي وفي واقع المنطقة، ولكن أيضا في إيران وفي العمق الإيراني هنالك